المشكلة الرئيسية كان معنا البركة هذه اللي جلب منها. بعدها كان يخطى الصبع ضحن وعلى وننجح. منين كان ندي الماء؟ من العشاء. كانت البركة هذه حصل نزع فيها. وحلت سعدة. دعكرت عندهم وهانتهم يا عارة يا عيبة يا خزا يا خزولة يا مهنة أبترقوا هذا ساد مثل لو ما سعيد البيت الدم ما زبني هذا ما سبب خلافة قرية ذي فنبدا في البنات هنا البنات هذا يقول حقنا هنا واحنا نقول حقنا هنا وبعد ذلك حجرنا الجبل هذا هارق وقفنا ابوه ولا احد حسس بدا مدة 3 أو 4 سنين تمام لما ساروا عند المدراء وعند النف زهرة وعند عبد الله محمد الوزير حوالي بعدين عند الامام مشاكل حقها على اساس انه من مسؤول البرك كان المحل مقسم 4 يكمل فيها ولا يستطيع لو ما يجي المطر تحولوا الى اطماع شخصيه كل واحد يشتي يعني لنفسه تحول والمساقي هذه كلها حق البرك كل واحد لا جربته وان البرك ما عاد كان يصف لها ولا شيء قدمت لنا منظمة الفاو الدورة التدريبية في حل نزاعات المياه والتدريب توافق مع الأعراف السائدة في المجتمع وهذا ما جعل تدخلنا مقبولاً لدى المجتمع أيضاً كانت هذه الدورة فرصة جديدة للمرأة بحيث أنها أعطتها فرصة وكسب مكانة جديدة وتقبل المجتمع لدورهم طبعاً بعد ما احترش الرجال فيما بيناتهم البين وحصلت مشاكل وعجزوا عن حل هذه المشكلة قدمت مقترح أو طرحت هذه المشكلة على جمعية شهاب أسفل طبعاً عملنا اجتماع مع الجمعية وبعد التشاور اتخذت الجمعية قرار أنه يجب إعمال لجنة نزول للقرية وتقرر أن احنا كنساء نقوم بمقابلة نسوان المشايخ والأعيان اتضح من الموضوع ونقلنا الخبر للمشايخ والأعيار وتجاوبوا معنا بعد ذلك اتفقنا على أن احنا نوجد حل إذا نعمل مراقي بيننا وبالفعل صغنا مراقي اللي هي المواثيق هذه اللي تضبط الحفاظ على مصادر المياه حق البركة هذا بحيث أنها كلها تصب للبركة بما أننا لنا دور في هذه المسألة أن احنا ندير المورد المائي بحيث ما يكونش لحد أي سلطة عليه ومنظمة الفاو فعلا ما قصروا يعني شكلوا فريق وضلعنا وشافوا وفعلا تعاونوا معنا والحمد لله المشروع الآن ماشي على قدم وسط أما مسألة الإتفاق اللي كنا يائسين منه بنجاح عندما قمنا بتنفيذ المشروع شاركوا جميع أعضاء الجمعية سواء حتى الهيئة الإدارية رئيس الهيئة الإدارية إلى الأعضاء كلهم شاركوا في تنفيذ هذا المشروع كعمالة وحتى المجلس النسوي كان يشاركوا كلا في عمله ساروا في ساقي واحد فيض الله فيهم اهل الوفاء واهل الثقه وتمنا ونجحنا يعني امور ثابره